سنة 1997 أنتجت استديوهات سان رايز بيوند لتلفزيون طوكيو أول حلقة من أنمي سابق ولاحق يوم 5 يوليو. في الحلقة 26 البطل اللي كلنا حبيناه الصاعد أو زي ما كان اسمه بالياباني ريو تاكابا عربيته اتكسرت بسبب عدو اللدود في الفترة دي كايد أو أوكتاكاي اللي كان معاه فك العنكبوت بيك سبايد اللي شقت العربية بتاعة الصاعق بالنص وكسرتها قدام عينه وحرمته من إنه يكمل السباق لحد الآخر. في الحلقة 27 فريق أبطال المسلسل بيطلعوا الجبل مع المعلم بتاعهم عشان يعملوا عربية جديدة للصاعق وده بيكلفهم كلهم مجهود ووقت وتفكير اللي كانوا ساعتها بيدوروا على المادة الخاصة اللي فيها الكربون اللي هتمنع العربيات المدمرة من ان هي تكسر العربيات التانية بتاعت المتسابقين التانيين. وفي نهاية الحلقة بتتولد عربية جديدة للصاعق اللي هي نوراي داجا بالعربي او نيت رايداجر زد ام سي اللي هتستمر بعد كده معاه لحد الجزء الثاني وهيكمل بيها بطولة العالم. في 2019 بقى شركة تامية انتجت العربية نيت رايداجر زد ام سي الكربون سبيشال. كانت العربية دي البادي بتاعها من الكربون والشاسيه بتاعها من الكربون وكمان الجنوب بتاعتها من الكربون وده خلى العربية دي شبه العربية اللي اتعملت في الانمي قوي ان هي عربية قوية اقوى من العربيات اللي في نفس الكاتيجوري بتاعها. اعزائي المشاهدين احنا الحلقة دي نعمل انبوكسنج لنيو تريداجر زد ام سي الكربون سبيشال. زي ما قلنا البادي بتاعها كربون والشاسيه بتاعها كربون والجنود بتاعتها كربون ودي اكتر ثلاث حاجات مميزه في العربيه دي. ده الوش بتاع العربيه او البادي يعني معمول من البلاستيك والبلاستيك ده عليه نسبه كربون عاليه عشان يحافظ على ان البادي يبقى قوي ويستحمل ما يتكسرش اقوى من اي باديهات تانية موجوده. وكمان طبقه اللون بتاعه العربيه مط مش بتلمع. طبعا دي القطع اللي بتيجي مع اي عربيه سوبر 2 طبعا الشاسيه سوبر 2 ده طبعا الشاسيه اللي فيه نسبه كربون. الجنود بتاعتها كمان شركه تامية قالت ان هي عملت الجنود دي سوبر هارد لونها احمر وفيها خرابيش زي بتاعه فانجر سونيك وفيكتوري ماجنم اللي كانوا معمولين مخصوص يعني بالطريقه دي. كاوتش ده سوبر هارد وسمول وعشان كده الجنود بتاعتها سمول ولونها اسود. ولونها اسود ليه؟ عشان هي فيها نسبه كربون عاليه جدا فالجنود كمان بتاعتها قويه بتستحمل اكتر من اي جنود تاني. طيب وعندنا طبعا القطعه دي بتيجي مع اغلب عربيات السوبر 2 اللي هي معموله مؤخرا عشان القطعه دي بتقفل على الترس بتاع الموتور احسن من القطعه اللي بتيجي مع قطع الشاسيه. بالمناسبه قطع الشاسيه ما فيهاش اي حاجه كربون قطع الشاسيه بلاستيك عاديه زي اي سوبر 2 لكن الحاجه الوحيده الكربون هي دي القطعه دي اللي بتقفل على تروس الموتور. طبعا دي الاستيكرز بتاعه العربيه واغلبها بيلمع وكمان كلها شبه الانمي بالظبط. العربيه دي لما تتركب بيبقى شكلها حلو قوي والناس اللي بيحبوا العربيه دي في الانمي لازم يجيبوا الاديشن ده من العربيه لان الاديشن ده من العربيه لسه معمول قريب ومميز جدا. بس كده تسلم ايدي.